شكرا ليك يا كابتن فاروق تحياتي ليك واهلا بكل مشاهدينا متابعي قناه الاهلي في كل مكان نجوم الاستوديو التحليلي هنا من استاد القاهره القمه 116 الاهلي والزمالك في الساعه الثامنة مساء كالعاده وفي البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وكابتن حسام البدري في هذه المباراه رغم حسم بطوله الدوري العام لكن ستظل مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه لدى كل جمهور النادي الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه مجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله النهارده يكون التوفيق حليف في فريق النادي الاهلي في هذه المباراه عارفين ان في اصابات في غيابات لكن ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في الكابتن حسام البدري وفي كل اللاعبون المتواجدون في قائمه هذه المباراه يمكن قبل انطلاق المباراه باكثر من ساعه يمكن تصل الى اربع او خمس ساعات جمهور النادي الاهلي متواجد كالعاده في المدرجات عارفين طبعا ان القرار الذي صدر من اتحاد القرى ب 300 مشجع لجمهور نادي الزمالك وعلى الجانب الاخر 300 مشجع لجمهور النادي الاهلي بجانب 25 فرد لاعضاء مجلس الاداره للنادي الاهلي و25 لاعضاء مجلس اداره نادي الزمالك بنتمنى ان شاء الله رغم قله عدد الجمهور يكون لهم تاثير كبير جدا النهارده في مؤازره فريق النادي الاهلي، هنحاول يا كابتن فاروق طبعا ان احنا نستطلع الراي كده ونشوف الحضور وجمهور النادي الاهلي اللي متواجد قبل انطلاق المباراه بأكتر من خمس ساعات، في البدايه برحب بيك وقول لي بقى اسمك ايه وجاي منين؟ انا اسمي يوسف نصر وجاي من حلوان قول لي يا يوسف انت جاي الساعه كام هنا في الاستاد وبتحب النادي الاهلي قد ايه؟ انا طبعا يعني حبي في النادي الاهلي ما يتوصلش لدرجه ان انا جاي من الساعه عشرة. عشان اقدر ادخل عشان اتابع الماتش رايك في اداء النادي الاهلي الفتره اللي فاتت وحسمنا بطوله الدوري العام قبل المباراه دي بتشوف اداء النادي الاهلي ازاي الفتره اللي فاتت ده اولا يعني بشكر ربنا عليه وثاني حاجه بيرجع لكابتن حسام البدري مم. بصراحه يعني نتمنى اللي هو يفضل قاعد آه في الاهلي مدرب الاهلي ان شاء الله قول لي النهارده الاهلي والزمالك يعني هتشوف الجيم ازاي هتشوف المباراه ازاي تتوقع مين النهارده يحرز اهداف او مين يتالق النهارده في المباراه هي قمه طبعا بس الاهلي مم. هو يعني دي حتى قبل ما تبقى انا عايز كده لا تتمني اصلا انا بتمنى ان الاهلي يأدي اداء حلو بتمنى ان هو يحرز عدد كبير من الاهداف نتمنى نشوف غالي قولي تقولي لكابتن حسام وكل اللعيبه قبل المباراه دي على طول طبعا اقول لكابتن حسام الف شكر على اللي انت بتعمله معانا ومفرحنا ويعني انت كنت اول واحد من الاسباب اللي احنا نبقى حاضرين من بدري وعايز اقول كلمه لغالي هتوحشنا جدا نروح برضو كمان لواحد من الجمهور يقول لي انت اسمك ايه الاول وجاي منين وجاي من الساعه كام النهارده للمباراه انا اسمي محمد شعبان منيس جاي من محافظه غربيه مركز كفر هنا من الساعه 10 قول لي على طول بتتابع المباريات وعلى طول بتبقى حريص ان انت تتواجد من بدري كده ولا عشان دي مباراه الاهلي والزمالك لا على طول على طول كده من اول ماتش الدوري ودوري ابطال افريقيا كمان السنه اللي فاتت كنت موجود م. كله عشان الاهلي طبعا الاهلي ده حياتنا بتشوف الاداء في الدوري الفتره اللي فاتت ازاي والكاس وبتشوف اداء النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ازاي وحسم بطوله الدوري قبل انتهاء بشكل رسمي دي معروفة طيب المعروفة الأهلي الأهلي بيحسم الدوري وكاس وأفريقيا وإن شاء الله بأمر الله بأمر الله ربنا ياخد عمره كله ونفسي إن شاء الله هيحسم البطولة ديت إن شاء الله بتاع دوري أبطال أفريقيا وهيروح كاس العالم بإذن الله ايه الرسالة اللي انت عايز تقولها لكابتن حسام البدري للعيبة قبل انطلاق هذه المباراة وحابب تقول رسائل لمين تاني؟ كتر في خيرك يا كابتن حسام اللي انت مربي خلينا نروح بس مبسوطين دي احلى حاجة في الدنيا دي كلها والله العظيم يكفى الهموم اللي جوانا بس اللي احنا بنفرح لما بنجي للاهلي كتر الف خيرك على اللي انت بتعمله معانا والله العظيم جميلك اخفاء دماغنا ربنا يعزك. بنشكر اكيد يا كابتن فاروق يمكن الرجاله دول طبعا اللي بيبقوا متواجدين هنا قبل انطلاق المباراه كالعاده جمهور النادي الاهلي ورا النادي الاهلي سواء هنا سواء في برج العرب مهما يكون النادي الاهلي متواجد جمهور النادي الاهلي على طول في ظهره اكيد بيبقى ليه سر النجاح خلال المباريات من التشجيع المثالي لكل جمهور النادي الاهلي واحنا كمان يا كابتن فاروق بنتمنى النهارده كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه نقاط المباراه اداء الفني العالي من النادي الاهلي تحطيم الارقام القياسيه ان شاء الله الاهلي على موعد اليوم مع كل تحطيم وتحطيم الارقام القياسيه خلال مباراه الاهلي والزمالك مستمرين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وتغطيه خاصه لي كواليس مباراه الاهلي والزمالك القمه 116 هنا من استاد القاهره عوده ليك يا كابتن فاروق وكل نجوم الاستوديو التحليلي بشكرك